النغم واللحن والموسيقى وقصة شاب اخترق بإبداعه وتفرده عالم الأغنية السعودية. سهم ولقب عرف في الوسط الفني حتى تساءل الجمهور في الوطن العربي من يكون هذا الرجل. تشريف عظيم وسام الواحد يحطه على صدره الحقيقة أنه فيما يخص عمله وهوايته أنه يقدم شيء للوطن ولهالجمهور الكريم. الحمد لله من فضل الله. أحمد بن سلطان بن عبد العزيز، المولود في أكتوبر لعام 1983، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، وعضو شرف نادي الهلال السعودي الذي رأس كذلك عددا من الشركات والمؤسسات، من تغنى بألحانه كبار الفنانين والفنانات من النجوم العرب كعبد المجيد عبد الله ورابح صقر وراشد الماجد وراشد الفارس وماجد المهندس وأصالة ونوال الكويت وأنغام وعمر دياب وفضل شاكر وغيرهم. اسمعني اسمع آخر شي عندي، آخر شي عندي وبعدها سوي اللي وده، باسمه تقديرا لتجربته التي تجاوزت مئات الأعمال وسط حضور الآلاف من عشاقه ومحبيه. إنه أحد أهم الأسماء في عالم الألحان ومن صنع لنفسه قيمة خاصة وعلامة متفردة، سهم الأغنية السعودية. يوسف الغنامي، MBC.